فكره انه ربنا يتقبلني يعني او يذلني انه انا اموت متبرعه, وافكر انه انا ممكن افيد 8 بني ادمين بعائلاتهم وغير حياتهم للافضل, دي فكره في منتهى الجمال والروعه, فكره مفرحه مبهجه. هذا قد يدخل في باب الصدقه الجاريه. اذا باب مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3, منها الصدقة الجارية. الملف ده مش بنتكلم فيه عن الحلال والحرام بقدر ما احنا بنتكلم فيه على كيف نحيي النفس الإنسانية, كيف نحافظ على الإنسان. عايزة اقول اني جون وهو تعبان, بابا انا تعبانة جداً,